المشرف على الكره بنادي المقاولين، ونتكلم على مباراه اليوم. كابتن باشمهندس، ازي حضرتك؟ كابتن برضو باشمهندس، ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك؟ ربنا يخليك، ربنا يخليك يا باشمهندس. يعني النهارده تعادل ايجابي 1-1، ان كان النقطه رفعت رصيد المقاولون العرب لخمس نقاط، لكن اعتقد انت بتلعب على ارضك يا باشمهندس، كنت محتاج الفوز اكتر كمان من نادي الاسماعيلي. ما فيش شك، احنا بالحسابات احنا خسرنا نقطتين النهارده، مش كسبنا نقطه، احنا خسرنا فعلا نقطتين النهارده، لكن ما كانش فيه توفيق معانا. كم فرص ضايعه كتير قوي ضاعت من اللاعبين، يمكن نتيجه السربعه او التسرع لاحراز الفوز، لكن الحقيقه التوفيق ما كانش في جانبنا خالص، لان حتى الكره يمكن الوحيده اللي جت في خط الجمهور 18 عندنا للنادي الاسماعيلي، ما احترمنا ليه، دخل الجون، لكن طول الماتش عمالين بنضيع فرص كتير، لكن في النهايه برضو بنقول الحمد لله، لكن اما خسرنا نقطتين. استغلال الطرد يا باشمهندس ما كانش موجود بالشكل الكافي، ولا بس يعني هي فكره عدم الاستغلال او سوء التوفيق هو اللي موجود؟ بص، هو يعني ما فيش يعني عايز اقول ان الطرد في معظم الحالات من وجهه نظري الشخصيه يمكن بيدي دافع اقوى وحافز اقوى للفرق اللي انطرد منها لاعب، وانت لاعب يعني عارف الكلام ده بتلمسه، يبقى دافع اكتر، وخصوصا الاسماعيلي في موقف صعب، يمكن الطرد بالعكس حمس اللعيبه اكتر وزود مجهودهم اكتر وزاد حرصهم، لان النتيجه كانت متساويه، وبعدين هم جابوا جون يعني ادى الدوافع قويه، بالعكس طرد ادى دافع، لكن بالنسبه لنا احنا حاولنا نستغله بدليل الكابتن لعب اثنين مهاجمين بعد كده وطلع حد من خط الدفاع، ولكن برضه كان التوفيق غير مواتينا، ويمكن الحمد لله على التعادل. هو الهدف اللي جه يا باشمهندس اعتقد يعني هو في جزء كتير وكبير جدا خطا دفاعي في التغطيه، لان تقريبا كانت كوره ثابته واتلعبت، وبالتالي كان الشيمي اعتقد هو اللي كان ماسك اللاعب، وكان يعني مقدرها بشكل مش سليم، وبالتالي طبعا جت سهله للمهاجم وحطها في المرمى. اخطاء بس بسيطه. سليم جدا وده اللي حصل، ويمكن عشان التوفيق برضه، ما هو لكن تحليل سيادتك للموقف ده فعلا اللي حصل، وكانت غريبه يعني غير متوقعه، لكن في النهايه بنقول ده توفيق ربنا اداه لفريق الاسماعيلي عشان ياخدوا نقطه برضه. تحكيم اخباره ايه النهارده يا باشمهندس؟ لا والله الحمد لله، يعني انا بص التحكيم انا لما اتكلمت عليها كابتن محمد، انا اتكلمت على وقائع حصلت وقالوها المحللين اللي هم برضو بيحكموا، واللي هم يعني يمكن انا ما يعني ما وقلت بعد كده ان ده كلام المحللين الدوليين اللي بيقولوا في البرامج، وهم اللي حللوا هذا الكلام، وانا كان تعليقي عليهم يعني، لان انا فعلا انظلمت في الثلاث مباريات، ضربه الجزاء بتاعت الجيش ما كانتش سليمه، الهدف بتاع الاهلي اللي احنا جبناه ما كان سليم بكلام الساده المحللين من الحكام وحكام دوليين، الماتش الاولاني مع اندي برضو قال لنا برضو ضربه جزاء يعني، واللي انا بزعله يا كابتن ان احنا كنا املنا كبير في الفار اكتر من كده. النهارده في كوره بتاعت لويس ادواردو يا باشمهندس، يعني ما اعرفش رجع للفار ولا ما رجعش للفار، بس انا شايفها من وجهه نظري انا الشخصيه ان لازم يعني فيها قرار، يعني المفروض فيها قرار، ما اعرفش انتوا ما لاحظتوهاش او لاحظتوها. احنا ساعه الماتش اعترضنا، ولكن ما كانش بالقوه، انا الحقيقه لما شفتها يعني وشفت يعني الدوسه اللي دتها اللاعب الاسماعيلي على رجل على ايده، اعتقد هو قبل الدوسه هو كان في زقه يعني بالايد، واضحه كانت جدا جدا في الاعاده، وتوقعت ان الفار ممكن يدي حاجه، لكن الموضوع كمل عادي. انا شفت، فانا بقول لحضرتك انا بكلمك، ممكن انت ما حدش اخد باله، لكن انا بقول ايا كان اسم النادي والموقف الحالي في اسم النادي، لا لازم انا بدي كل واحد حقه، ايا كان اللي ممكن الحسابات اللي ممكن في الوقت ده تكون ايه. معاك حق يا كابتن، انا فعلا لما شفتها
يمكن ما احنا يمكن اعترضنا اعتراض بسيط ساعتها، لكن لما شفتها في الاعاده دلوقتي وفي ده حسيت فعلا ان برضو كان فيها ظلم بالنسبه لنا. الفار كان لازم يرجع ليها، وزي ما تفضلت وشرحتها انت، ودي بقى سهله جدا واضحه، لا عايزه تمشي حكام دوليين ولا ده. كان يعني كان يجب ان يتحسب لنا حاجه في هذا الموضوع. باشمهندس الماتش الجاي ايه ان شاء الله؟ الماتش الجاي ان شاء الله البنك الاهلي باذن الله يوم يعني الجمعه ان شاء الله. البنك الاهلي جاي وعنده طبعا حاله معنويه عاليه بتعادله مع نادي الزمالك، السعداد هيكون ما عامل فيش ازاي شك يا معلم؟ طبعا ان نادي الزمالك فريق كبير، وتعادل معاه بيعتبر فرقه، فجاي طبعا منتشي وربنا يسهل. هل المقاولين السنه دي يعني لسه ما ابتداش الموسم بالشكل اللي انت كنت متوقعه يا باشمهندس؟ والله انا لو حسبت النقاط اللي ضاعت دي، عشان كده انا برضو مش عايز اقول كان زماننا في منطقه تانية يعني، لكن انا برضو واثق في لعيبتنا. عندنا الفرقه النهارده اللعيبه يمكن بشهاده الجميع، التدعيمات اللي تمت السنه دي لعيبه كويسه، في لسه لعيبه يمكن اللاعب الافريقي اللي راس الحربه اللي كان موجود اصيب من اول مباراه، وده اعتقد انه هيبقى برضو مميز في الدوري المصري. امادو مثلا على سبيل المثال رايح جاي على موريتانيا لانه بيلعب في المنتخب، لسه برضو في لعيبه اخرين ما خدتش فرصتها، لكن انا مطمئن ان الفرقه النهارده بتضم نخبه جيده من اللاعبين. بعد 5 اسابيع يا باشمهندس، هل قلتوا ان في بعض الاماكن محتاجه تدعيمات ممكن تبقى في يناير؟ والله يا كابتن فاروق احنا لحد دلوقتي عندنا قناعه باللي موجودين، لكن عشان بس انا دايما بحب ابقى صادق، ممكن تظهر بعض الحالات لعيبه سواء من الاهلي او من الزمالك وتكون اضافه للنادي، مش هنتاخر برضو، لكن حتى اللحظه دي مفيش هذا التفكير، ولكن وارد جدا لو ظهرت حاجه تقدر تدعم الفريق. هل لو تم عرض طاهر للاعاره، هل ممكن نادي المقاولين يكون اول الانديه لاستخدام طاهر مره اخرى على سبيل الاعاره؟ مفيش شك ان طاهر ابننا وكان بيأدي معانا أداء عالي جدا، وكان برضه من الناس اللي ساهمت في وصول الفرقة لأفريقيا من السنة اللي قبل اللي فاتت، فما فيش شك لو في فرصة تاني احنا، لكن هذا الكلام لم يطرح خالص لا من وكلاء اللاعبين ولا من النادي الأهلي، ولكن هو كلام يعني بيتداول من بعض يمكن وكلاء اللاعبين للترويج، لكن أهلا بيه في أي وقت. أتمنى التوفيق يا باشمهندس نادي المقاولين.